من خلال برنامج خبرياتنا بلا حدود، يسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا. في البرايم العاشر غادرتنا نور الإبراهيمي عن فئة السفر والمغامرات، وشفنا المشتركين عم يتنافسوا بقوة والتحدي زاد بينهم، وخاصة إنه البرايم كان بيحتوي على تحديين. بالتحدي الثاني اللي هو إنه كل مشترك بده يعمل فئة مشترك آخر، هيدي جديدة فكتير محمسين عليها لنشوف كل واحد كيف قدر يتحدى حاله. برأيي التشالنج الثاني أحلى بكثير من التشالنج الأول، لأن أنا من الأسبوع الثالث يمكن بالبرنامج حابب هيدا الشيء يصير. أنا التحدي الثاني حبيته لأن حسيته دبل التحدي، إنه مو بس أنت لازم تسوي فيديو ثاني، لازم تسوي فيديو ثاني وتحط نفسك بمكان شخص وياك بالمسابقة. ثاني تحدي أول ما خذيناه أنا كنت ماخذته كمرح، قلت أكيد راح نزيد نعاون به، لكن مع الجزء الأسبوع اكتشفت بأنه ربما كان بشي حسسنا بالصعوبة اللي زملائنا يمروا بها. نتابع سوى اللحظات الحاسمة اللي غادرتنا فيها نور الإبراهيمي وكيف كان حضورها على مسرح نجوم بلا حدود في هالبرايم. احنا انبسطنا بطاقتك بكل الفيديوز، بكل شيء علمتينا اياه، واللي هيك واسانا اليوم انه شفنا قد ايه مشتاقه لامك، فاكيد كمان امك فخوره فيك. اكيد اكيد. خلينا نتصور. قد ايه بدك تسلمينا على الوالد وعلى الجزائر كلها؟ بزاف بزاف بزاف. سلام من كل لبنان لكل الجزائر ولوالدتك كمان. ثانك يو سو ماتش. الشيء اللي تعلمتها في شهرين ربما تفوق واش كنت قادره نتعلم في سنه، اكيد راح ناخذها نطبقها في حياتي. الناس اللي تعرفت بهم، الصداقات اللي بنيتها في البرنامج تفوق الحدود، فراني فرحانه بزاف بالتجربه تاعي. وطبعا ما بيخلى البرنامج من راي لجنه الحكم وكمان المشتركين. نتابع سوا راي جنان عن فئه الشعر عن الفيديو اللي قدمته سمر ونور الابراهيمي. أكثر حدا توفق بالفئة تبعه ومنى لإله سمر، عملت فيديو عن الترافل أحلى من كل فيديوهاتنا. الشعر يلي كتبته نور صراحة كتير بخجل، يعني كان لسوء حظها فعلاً إنه طلع لهالفئة. أنا وقت كنت صف رابع كنت بكتب هيك، أو أحسن بشوي خلينا نقول. جنان مصرة تهاجم نور الإبراهيمي، شو كان رد نور من تابع؟ جنان ما حبتش الفيديو، نحترم رأيها، غريبة لأنه الكل حبه. جنان عندها مشكل معايا أنا كشخص، هي ما تحبنيش أنا، فأي حاجة نعملها أنا هي ما تحبهاش، لكن نقول لها جود لك الفيديو تاعك هي ثاني أنا ما حبيتوش بصح جود لك. الكبر ما به عز، لو طلت ما طلت، شوف امتداد البحر تستصغر الحوت، لا تحسب انك نلت والله ما نلت، يا هقوة المنغول في عين جالوت، ما همني قولك ولو قلت ما قلت. أنا حابة أحكي لجنان إنه نور الإبراهيمي غادرتنا، وأنتوا كلكم كمشتركين في البرنامج عم تجتهدوا لتقدموا محتوى كتير حلو، البعض فيكم كسب التحدي والبعض غادرنا، بس ترك بصمة كتير حلوة بالبرنامج وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. أما عبد الرحمن عن فئة الرياضة كمان كان في له وجهة نظر على كلام جنان. جنان لا تتصرفي بطريقة طفولية، لا تخلي عاطفتك هي اللي تتحكم بتصرفاتك، بخلي الروح الرياضية هي اللي تكون سائدة بالبرنامج، ما في داعي نكون منغار من بعض ونكره بعض. مشاهدينا منروح فاصل ومنرجع. ومكمل معنا 5 من المشتركين لنهاية البرنامج، والكل عم بيجهز حاله للعرض المباشر 11 اللي كان أكيد حيحمل منافسة كتير قوية بينهم. صرنا بالأسبوع 11، صرنا 5 أشخاص، كتير قلال، ما حدا فينا متحمس اليوم أبداً. هذا أكتر أسبوع مفوت عليه ونحن غير مستعدين، ولا واحد فينا بدي أخذ تحدي جديد. مثل ما شفنا عبد الرحمن الحريري قال إنهم غير مستعدين للعرض المباشر، وقبل ما ياخذوا المشتركين تحدي العرض المباشر 11 نشوف شو قالت سيلين للمشتركة سمر عن فئة الويلنس. بدي أحكي كم شغلة قبل ما بلش أعطيكم تحديات. أول شيء سمر، مبروك الصدارة، بس ما بقى بدي انهيارات. هداك الأسبوع عملتلي انهيار عصبي وسود وجهك وعبقتي،
وعيشتينا اسبوع انهيارات واخر شيء طلعتي بالصداره. فهيدي الاتيتود ما بقى بدي اياها. سليم ما حق وقت اللي قالت لي انه انهارت هذيك الجمعه بتحدي اللغه العربيه، بس انه رجعت هيك فكرت ومشي حالي. انت بتعملي ريسيرش كثير منيح وبتطلعي مواضيع كثير منيحه، فما بقى تخافي وما بقى تمشينا بهالستريس اللي عايشناه الاسبوع الماضي اذا بتريدي. اما نور الدين عن فئه السينما والافلام فقدم نصيحه لسمر. سمر كل اسبوع تدخل نومه ذعر ودائما فيديوهاتها تكون حلوه، وانا قلت لها الفيديو مالتها كان من احلى الفيديوهات، فريلاكس سمر يعني ما في داعي تكوني مستاء لهالدرجه. سيلين كان عندها مشكله مع السمكه والكوميديا اللي قدمهم راشد، خلينا نتابع ونشوف شو قالت سيلين وشو كان رد فعل راشد. استاذ راشد. راشد سمك. راشد سمكه. راشد سمك، انا بدي اقول لك شغله، انت ما بعرف اي متى وقفت تعطي من قلبك لهذا البرنامج، صرت تعمل حيلا شيء. خلص السمكه بدنا نحطها على جنب اوكي، وبدنا نرجع نجيب عيوننا مثل ما كانوا وذوقنا مثل ما كان قبل، لانه الشيء اللي عملته ما كان فيه ذوق. سيلين اليوم كانت قاسيه علينا وزعلانه على الفيديوهات اللي احنا سويناها، فان شاء الله ان نحاول نسعدها المره هذه، يعني نسوي شيء احنا نكون مبسوطين فيه قبل ما نخليها مبسوطه فيه. وثاني فيديو انا شو قلت لك يا راشد انتبه على شغله، بدك تكون مهضوم ايه، بس انت منك على فئه الكوميديا. شو قالوا لك؟ ضحكتنا مهضوم. هو عن فئه الكوميديا ولا عن فئه السبور؟ ما كان لازم تحط حالك بهذا الموقف. يعني عاتبتني على بعض النقاط اللي انا سويتها، كانت صح بس ممكن لانها كان فيديوين، فان شاء الله بعدها انه المره الجايه يكون شيء حلو. حتى لو كانت سيلين شديده مع المشتركين فهي اكيد عم بتساعدهم بملاحظاتها لتوصل فكره التحدي بالشكل الصحيح. جنان عن فئه الشعر كمان كان لها ملاحظات من سيلين. شو ست جنان؟ نحن هلا عيا موجات ستة ولا بتة؟ انا ما عم بفهم كيف توصلوا لمستوى معين وبترجعوا بترضوا انتوا عن حالكم انه تنزلوا عنه هذا المستوى، ما عم بعرف. هيك كل الوقت هيك، اسبوع بتكون كثير منيح، اسبوع يا عمي انا مش عم بحكي عن الفكره، عم بحكي عن المنتج. هذا الاسبوع من الاصل اضاءه المسرح كانت ما خدمتني لهيك، انا قلت بظبطه بالمونتاج فما رجعت عدت التصوير. وعبد الرحمن تكلم وما قدر يسكت، خلينا نتابع ونشوف شو كان تعليقه لجنان. وهي اشتغلت على فيديوهاتها لوحدها هذا الاسبوع وبين الشغل تبعها، فضحكت لانه اذا انت مو قد التحدي لا تقول انه انت بدك تعمل شيء قوي. جنان وكيل عن فئة الشعر لسه عم تتعرض للاتهامات من قبل المشتركين، والعروض المباشرة قربت تخلص ولسه عم نشوف مناوشات بينهم، بس خلينا نشوف شو كان رد جنان. برأيي اللي صار أبداً ما بيثبت وجهة نظرهم بأنه أنا استخدمت مساعدات خارجية، ولحد هاللحظة أنا مستعدة أعمل مونتاج قدامهم قدام أي حدا فيهم. مشاهدينا منروح بريك وراجعين. وهلأ إجا وقت إعلان التحدي الأول للعرض المباشر الحادي عشر، وشو كان رد فعل المشتركين؟ جاهزين للتحدي تبع هذا الأسبوع؟ نعم. أول تحدي هو عيد العمال. أول شيء إجا ببالي هو علم الاتحاد السوفيتي والرمز مالتهم، لأن عيد العمال عادة يحتفلون به كانوا بشكل كبير، ولحد الآن بروسيا والاتحاد السوفيتي. تحدي صعب مثل الأسبوع الماضي، تحدي اللغة العربية كان صعب كثير بالنسبة إلي، بس قدمت شيء كثير حلو وإن شاء الله هذا الأسبوع رح لاقي فكرة أقدمها بطريقة كثير حلوة. العمال هن كل حدا بيخلي وطن ولا بلد ولا العالم كله يتقدم، فبدي اياكم بالفيديوز تبعكم تكرموا شوي ولا تسلطوا الضوء ولا تحكوا عن شيء خاصه بالعمل وعيد العمل والعمال. ممكن هذا التحدي اخده من منظار ثاني هيك انه يبين ضمن الويلنس. بحس ما في شيء بقى صعب، لانه الصعب كثير كان اللغه العربيه وتخطيته، فلازم اتخطى عيد العمل كمان. تقريبا رح بلش من الصفر. في العرض المباشر الحادي عشر في تحديين، نتابع ونشوف شو التحدي الثاني وشو كان راي المشتركين فيه. يلا بلكت هلا مش جاهزه، بلكت احلى من عيد العمال. لا حيكون اسود. التحدي الثاني هو شيء انتوا عم تطالبوا فيه كل الوقت. انا اطالب بالحريه
يطلعونا برا شوية، ما بعرف. التحدي الثاني هو أول شيء خطر لي إنه بشو منحلم أو وين بدنا نوصل، شو بدنا نحقق. موضوع حر. أوه عن جد؟ واو بسطت كثير. أنا هيك لما بيكون ما في قيود علي، ما محددي لي شيء، بكون كثير مرتاحة. منه تحدي هين، يعني هو ممكن نحن نعمل عن أي شيء، بس بنفس الوقت بتكون المسؤولية أكبر بكثير. يعني هلأ كل الحكام لما يعرفوا إنه التحدي الثاني تحدي حر، هم متوقعين يشوفوا شيء فظيع. أوكي، تحدي حر أكيد يعطيك المجال، بس بنفس الوقت اللجنة حتتوقع منك أكثر شيء، أحلى شيء تقدمه. فجداً خفت يعني وقلقت إنه شو بدي راح أسوي، عن شنو راح أتكلم. عبد الرحمن ونور الدين استصعبوا، قال إنه الخيار مفتوح قدامه، فهالشيء صعب. في هيك برامج عقلية بيكون الخيارات قدامه مفتوحة بتضيع. التحدي الثاني تحدي حر واختياري، بس هل راح يخدم مصلحة المشتركين أو لا؟ كل واحد بالفئة تبعيته بده يعمل يلي بده. بعرف انه بتنبسطوا اول شيء بالتحدي، بس منه هين، لانه اول اسبوع عطيناكم تحدي حر وهذا الاسبوع في تحدي حر. يعني بدي شوف فرق ملحوظ بشكل مخيف بشو عم تقدموا هذا الاسبوع. يا اول حلقه اعطونا تحدي انه اختياري، والحمد لله اخذت فيه المركز الاول، والمره هذه اختياري، فلازم اثبت لهم شيء حلو، يعني الموهبه اللي انا جالس اقدمها. فان شاء الله واعد انه بيكون فيديو حلو. Let's roll. واكيد مشاهدينا مع تحديين المنافسه حتكون اقوى بكثير بين المشتركين، وانا بشوف انه التحدي الثاني حيكون في مصلحه المشتركين، وحيكون فرصه لهم ليقدموا الاحسن ويقنعوا لجنه التحكيم اكيد، وخاصه انه التحدي الثاني اختياري وحر. لهون مشاهدينا وصلنا لآخر حلقتنا، كنت معكم لوريس الحراني، تصبحوا على ألف خير.